الظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده قوة في العلم والجسم والله الله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن أهل ملكه أن يأتيكم سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن آية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود إن الله مبتليكم بنهر من شرب منه فليس ومن لم يطعمه فإنه إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجانوت وجنوده. قالوا الذين يقتلون